commencé avant de connaître la géologie, bien sûr. Donc pour cela, j'ai trouvé une photo très ancienne, quand j'avais 2 ans et quelques, et prise chez un... Tiens, elle sort pas là, qu'est-ce qui arrive ? احنا من امجد جهه عندنا لي مينيرال اللي هما المعادن الاساسيه اللي تشكل منهم لي روش الحجوره. شاك مينيرال مع بعض يعطينا روش معين لا تمبيراتير ولا بريسيون تاعهم، يعني يدير هذاك الضغط كامل يعطينا ديك الحجره، وكل حجره تختلف على الاخرى بتشكل تاع لي مينيرال، يعني كل ما اختلفوا كل ما عطاونا حاجه جديده. وعندنا عينه هنا في هذا المجهر اللي يبين لك سيستم كريستال تاعها، وعندنا هنايا في هذا الكتاب يعني نظرة عليها اللي تقد تشكل. اللي عندنا لي مينيرول اللي هما معادن اللي تشكل بهم الحجر. عندنا شاك مينيرول هنايا من الديبارتمون تاع تاعنا، مينيرول على مينيرول على مينيرول يعطينا روش مختلف على الاخر، شغل لا تمبيراتور ولا بريسيون كامل يعطينا يتشكل هذاك يتشكل هذاك الروش. As I said, in this National Day of Earth, we presented a little event to show people the importance of geology and their sciences. For example, like you have here, the pages of the Earth's history, which is one of the most important branches in the whole world that presents what where the Earth looked like and the origin of all the organisms.